أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أبرز العناوين. العربي الجديد قلق من تزايد جرائم الابتزاز الإلكتروني في العراق. المراقب العراقي قوت المواطن يسقط ضحية الصراع السياسي على موازنة 21. أخبار الخليج البحرينية تنقل عن فوكس نيوز بايدن لن يكمل مدته وسيترك منصبه. وفي تقرير للعرب اللندنية رياح التغيير تهب على الشرق الأوسط المتعب. من المقالات يكتب رضوان السيد في الشرق الأوسط جهود استعادة الدولة الوطنية، ويتساءل صبحي غندور في البيان الإماراتية ماذا يعني تأجيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. لحظات وتأتيكم التفاصيل. عنونت صحيفة العربي الجديد قلق من تزايد جرائم الابتزاز الإلكتروني في العراق، حيث يشهد تصاعدا مضطردا في جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تمارسها عصابات متخصصة تهدف من ورائها للحصول على مبالغ مالية أو إخضاع الضحايا لطلبات معينة. قالت صحيفة المراقب العراقي إن قوت المواطن يسقط ضحية الصراع السياسي على موازنة 21. وترى الصحيفة أن قانون الموازنة أصبح مادة دسمة للحملات الانتخابية المبكرة. ويؤكد الخبير الاقتصادي إياد المالكي أن المصالح الضيقة للكتل السياسية وراء تأجيل إقرار الموازنة فالابتزاز والضغوطات يتحملها المواطن البسيط. قالت صحيفة العرب اللندنية إن خلافات حول النفط العراقي تؤجل التصويت على قانون الموازنة إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود، لا سيما منها المتعلقة بنص الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95% من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة. أوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن يمنيات يتجرعن مرارة الانتهاكات بمناطق الميليشيات، وتحولت حياة الآلاف منهن إلى جحيم من خلال إخضاعهن لدورات بغية الزج بأبنائهن وقودا للجبهات، فضلا عن تعرضهن للقتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، وحرمانهن من معرفة مصير أبنائهن القابعين منذ سنوات في سجون الميليشيات. عنونت صحيفة عكاظ السعودية واشنطن تقول إيران تصر على انتهاك الاتفاق النووي، وواصلت اتخاذ خطوات خارج الاتفاق بدلا من البدء بمسار دبلوماسي. وأعرب فريق رئيس بايدن عن احتمال توسيع الاتفاق ليشمل أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة ودعم الميليشيات والصواريخ الباليستية. نقلت صحيفة أخبار الخليج البحرينية عن فوكس نيوز بايدن لن يكمل مدته وسيترك منصبه، وأن اختيار بايدن زعيما لم يكن عرضيا. ويرجح مراقبون أن تحل نائب رئيس كامالا هاريس مكانه قريبا. نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن الكريملين لا يمكن تجاهل تصريحات بايدن ونستعد للأسوأ، إذ لا يزال التوتر يخيم على العلاقات الروسية الأمريكية منذ تصريحات بايدن التي وصف فيها بوتين بالقاتل. وتستخدم روسيا القنوات الدبلوماسية لإيجاد الخيارات المتاحة وتطمح للأفضل، إلا أنها في ذات الوقت تستعد للأسوأ أيضا. وإلى صحيفة الوطن البحرينية، تظاهرات في مدن أوروبية ضد دكتاتورية القيود الصحية. وضمت التظاهرات مئات الآلاف من الأشخاص الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح الجائحة، وأن معظم المعتقلين أوقفوا لخرقهم الحجر. وفي تقرير للعرب اللندنية رياح التغيير تهب على الشرق الأوسط المتعب، حيث أظهرت دول شرق أوسطية بوادر على إعادة ترتيب أوضاعها في الأيام الأخيرة
نتيجة الإرهاق الذي سببته سنوات من العداء والحروب بالوكالة لمنطقة الشرق الأوسط. وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير. في زاوية مقالات جهود استعادة الدولة الوطنية للكاتب رضوان السيد في الشرق الأوسط، ويؤكد في المقال: كل يوم تقريبا نزداد نحن العرب اقتناعا في المشارق قبل المغارب بأن استعادة الدولة ضرورة وجودية لنا في الحاضر والمستقبل. والأمر أصعب بالعراق، فالمشكلات الداخلية ما تزال معقدة جدا، والإيرانيون الذين تغلغلوا في العراق الضعيف لا يريدون الدولة القوية بالعراق، أما الميليشيات والأحزاب الحاكمة ومعظمها تابع لإيران فهي لا ترغب في الخروج من السلطة والمال والسطوة على الأرض، أما الأمل لدى الشعب العراقي فهو في ثورة الشباب. ويكتب فيصل الوسمي في الجريدة الكويتية: التربية في عصر العولمة. ويرى الوسمي أنه وجب على أهل التربية إعداد الخطط والبرامج المتنوعة لتحصين الناشئة من هول التيارات الثقافية والاجتماعية التي لا تتناسب مع قيم المجتمع وعاداته وهويته المتميزة، ولا بد من وجود تصفية لكل دخيل لا يناسب المجتمع ويؤثر سلبا في هويته، والاستفادة الدائمة من كل جديد يساعد الناشئة في مسايرة ركب الحداثة والتطور. ويتساءل صبحي غندور في البيان الإماراتية: ماذا يعني تأجيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟ يقول غندور: إن تداعيات حرب أفغانستان جعلتها تشبه إلى حد كبير الحرب الأمريكية على فيتنام في القرن الماضي، والتي سببت خسائر كبيرة للولايات المتحدة. وحرب أفغانستان هي الحرب الثانية بعد العراق التي تخسرها الولايات المتحدة في هذا القرن الجديد. والتساؤل: هل تتصرف أمريكا الآن على أساس وجود تعددية قطبية في العالم؟ وهل سلمت واشنطن في الحد الأدنى بهذه المتغيرات الدولية الجارية حاليا؟ مشاهدينا، ستكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل من الدوحة الكاتبة الصحفية منى العنبري، مدير التحرير في وكالة الأنباء القطرية. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفتي عبر الهاتف من الدوحة الكاتبة الصحفية منى العنبري، مدير التحرير في وكالة الأنباء القطرية. مرحبا بك أستاذة منى إلى هذا الحوار. يا هلا ويا مرحبا أستاذنا الفاضل، أنا سعيدة بوجودي معكم. مرحبا. نتناول في حلقة هذا الأسبوع العديد من الموضوعات المجتمعية التي تهم واقعنا المجتمعي العربي، ونبدأ من مخيمات اللجوء والنزوح ومعاناة النازحين المستمرة وحياة البؤس والشقاء التي يعيشونها. كيف تصفين لنا هذه المعاناة؟ للأسف يعاني النازحون في مناطق النزاع والحروب من أوضاع كارثية إنسانية،
وبرأيي أن هذه الأوضاع هي وصمة عار على جبين العمل الإغاثي على مستوى العالم بسبب استمرار هذه المعاناة، ولا حلول ناجعة من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. فكل عام نرى خيام النازحين عرضة لأخطار الطبيعة، ما بين حريق في الصيف وفيضانات في الشتاء. للأسف لا حل دائم وسط هدر الأموال بلا نتيجة، فلا بد من إيجاد مساكن بديلة تقاوم عوامل الطبيعة. طبعا أنا أحيي المبادرات الفردية والمجتمعات الخيرية لمساهمتها في هذا المجال، إلا أنها ما زالت دون الحد الأدنى للأسف، يعني لمعاناة النازحين. طيب، ننتقل إلى مشكلة البطالة في العالم العربي، والتي ينظر إليها مراقبون للمشهد بأنها قنبلة موقوتة، وهي أيضا نتاج لتراكمات حقيقية وفشل مستمر، وأيضا نسب البطالة في تزايد مستمر عاما بعد عام. برأيك ما الحلول بشأن الحد من انفجار قنبلة البطالة الموقوتة في المجتمعات العربية؟ لا تزال البطالة والعمالة الناقصة من الأولويات الهامة للكثير من البلدان، لكن نعلم أن ضمان فرص العمل الكافية وتوفير العمل اللائق للجميع من أكثر التحديات إلحاحا التي تواجهها الدول اليوم. وهنا لا بد من وضع استراتيجيات كفيلة بحل هذه المشكلة، على رأسها خلق فرص عمل جديدة تواكب أعداد الخريجين الجدد من كل عام، إضافة إلى تعزيز التدريب والتأهيل ودعم المشاريع الخاصة. ولا بد أيضا من كسر ثقافة العيب، فريثما يحصل الفرد على عمل عليه إيجاد بدائل والقبول بأي خيار ريثما يحصل على عمل يناسب مهاراته ودراساته. أيضا الحد من العمالة الخارجية والاعتماد على العمالة الوطنية، تشجيع المشاريع الخاصة التي تخلق فرص عمل جديدة بتخفيف الضرائب عليها ودعمها. هذا في رأيي يعني. طيب، الشباب العربي يواجه مشكلة انتشار المخدرات، وذلك بشكل لم يسبق له نظير. ما الآثار الناجمة عن انتشار هذه الظاهرة وكيفية التغلب عليها؟ للأسف المخدرات خطر مجتمعي إن لم يكن غول يهدد خاصة شريحة الشباب. المخدرات تؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية واجتماعية ونفسية وأخلاقية أيضا، حيث تدمر المال أيضا وتهدره وتضرب البنى الفكرية والدينية والعقلية للجيل، وخاصة المراهق للأسف. وهنا يكمن جوهر حل المشكلة بإعداد جيل، في نظر يعني جيل واعي مسؤول فاهم لدينه لأوامر دينه ونواهيه، قادر على التمييز بين الخطأ والصح وعدم الانجرار وراء أصدقاء السوء. أيضا بشأن ظاهرة الانتحار، تفيد تقارير حقوقية عربية إلى تزايد هذه الظاهرة في عالمنا العربي. تمثل أيضا الفئات العمرية ما بين 26 عاما و35 عاما، وهي فئات تعاني أيضا من التهميش، وأيضا تعاني من غياب التنمية المجتمعية. ما التأثيرات المستقبلية لتزايد حالات الانتحار لدى الفئات الشبابية العربية؟ تعاني الكثير من المجتمعات من ظاهرة الانتحار، ويكاد يتساوى فيها الغني مع الفقير. وهنا تدخل أيضا عوامل أخرى منها نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، تحتم علينا كمجتمع مسؤول عن سلامة أفراده، طبعا تحتم علينا أن نتدخل قبل وقوع الكارثة. ويبقى الطريق الأسلم هو إعداد الفرد. الفرد يعد هو ماذا؟ النواة الأولى طبعا لأي مجتمع، فلا بد من إعداده إعدادا صحيحا سليما قويما مسؤول، حتى يكون قويا حيال أي مشكلة يتعرض لها بالمواجهة، وليس بالاستسلام والضعف والخنوع والانتحار. وهنا يلعب دور أو يلعب الوازع الديني ودوره، إذا ربينا أطفالا على الثقافة الإسلامية التي تحرم قتل النفس تحت أي مبرر كان. نعم، العنف الأسري بدأت نسبه تزداد في المجتمعات العربية. بماذا تصفين العنف الأسري والمجتمعي في العالم العربي؟
للأسف صورت علاقة مفرقة من العنف، فإذا كان الأب يعاني من عنف مؤسسي خارج المنزل طبعا سيمارس العنف على زوجته التي بدورها ماذا ستفعل؟ ستنهال بالسب والضرب على أبنائها الذين أيضا بدورهم سنرى أن الكبير يعنف الصغير. وهنا لابد من التركيز أولا على المبادئ السمحة للأخلاق والدين وعدم استغلال ضعف الآخرين، والتوعية تبقى أساس كل شيء. فإذا ربينا طفلا سليما لا يعنف لفظيا ولا جسديا، هذا شيء مهم طبعا، ويبقى التعنيف المعنوي والتمييز العنصري ضد أشخاص بسبب لون أو انتماء أو دين هو الأخطر، وهذه المشكلة طبعا. مصطلح الأفكار التلقائية هو مصطلح مهم من مصطلحات العلاج المعرفي السلوكي الحديث، يقوم في أساسه على أن الأفكار هي التي تؤدي إلى نشوء المشاعر. متى يمكن استخدام مفهوم الأفكار التلقائية للمساعدة في التغلب على المشاعر السيئة التي تواجه البشر حول العالم؟ الأفكار التلقائية احنا نعرف أنها هي مصطلح مهم من مصطلحات العلاج المعرفي السلوكي الحديث. الآن الكثير من المصطلحات حول الأفكار التلقائية السلبية التي تؤدي إلى نشوء مشاعر سلبية مثلا كالخوف والقلق والاكتئاب في مواقف بحياتنا، على سبيل المثال بدءا من السلام والتحية مع الآخرين مثلا، فإذا لم تعجبنا الطريقة التي رد بها التحية ندخل في كثير من أفكار تلقائية سلبية. على سبيل المثال مثلا أقول أنه لا يقدرني، أو أنه لا يهتم بي، أو أنه ليس زميلا جيدا، وإلا كان اهتم بي ورد علي السلام. بل ربما تكون الأفكار التي راودتك من نوع أعمق بعض الشيء، مثل أنني غير مهم لذا فهو لا يهتم بي، أو لا أحد يقدر في هذا الزمان، أو لقد ذهبت الأخلاق، أنه آخر الزمان. يعني إحنا دائما نكرر هذه الألفاظ، أحيانا هاي مشاعر سلبية تسبب لنا الضيق يعني وتؤدي إلى نظرة سلبية عن الذات للأسف. وهنا البناء السليم للإنسان والثقة بنفسه في رأيي والمساءلة المنطقية لهذه الأفكار أساس لمعالجة هذه الأفكار السلبية وخلق أفكار بديلة أكثر إيجابية. وعلينا ألا ندع في رأيي الأفكار التلقائية يعني تغزونا تفاجئنا أو تعكر جونا، بل علينا أيضا أن نقوم بمساءلة منطقية عقلانية وتصحيحها في رأيي. أيضا موضوع زيادة أعداد حالات الطلاق في المجتمعات العربية تظهر مدى التماسك الهش في العديد من الأسر العربية، ما المطلوب بشأن الحد من تفاقم حالات الطلاق والحفاظ على نواة المجتمع الأولى وهي الأسرة؟ للحد من أي ظاهرة مجتمعية لابد، شيء طبيعي أنه لابد أن الوقوف على مسبباتها أولا ومن حلها ثم حلها، يعني حلها واحدا واحدا. وأرى هنا أن الزواج أساسه شبابنا وبناتنا الذين يجب علينا إعدادهم وتأهيلهم نفسيا أولا لحياة الزواج ومسؤولياته، مساعدتهم في اختيار شريك حياتهم بناء على عوامل كثيرة، وأن نكون معهم في الاختيار أيضا بهامش مدروس من الحرية، وليس كبتهم بطريقة بحيث لا يجرؤون فيها على البوح لنا، يعني حيال ما يقلقهم من الطرف الآخر. هنا لابد من تعليم على سبيل المثال البنات، أو يعني تعليمهم عدم الزواج في سن مبكرة حتى تكون الفتاة واعية لما هي مقبلة عليه من زواج ومسؤوليات مناط القيام بها. أن التسلح طبعا بالدين والأخلاق يبقى السلام السلاح الأول في رأيي في وجه الطلاق اللي هو أبغض الحلال. حول موضوع الأمن الغذائي العربي وهو موضوع مهم، تشير مصادر إلى صعوبة توفره مع قلة المحاصيل الزراعية وشح المياه، ما البدائل لضمان استمرارية سلة الغذاء العربي؟ للأسف لم يعد هناك سلة غذاء عربي وسط ما
تعاني منه منطقتنا من حروب ونزاعات أتت على خيرات بلدان كثيرة من منطقتنا العربية. فأول ما يجب القيام به هو الاستقرار الذي يعتبر العامل الأساسي في الاقتصاد، من زراعة مثلا وصناعة وتجارة حتى سياحة. إن الحروب في رأيي يعني زادت الوضع سوءا، بإضافة إلى ما تعاني الأرض من عوامل طبيعية كقلة الماء والاحتباس. نرى أن الحرب هجرت الناس من بيوتها وأراضيها، ويعني بدل أن يعملوا وينتجوا أصبحوا يعني يتسولون الإعانات، للأسف الإعانات الإنسانية. وللأسف ما ينفق من نقود على الحروب والأسلحة هو قادر على أن يحول بلداننا جنة وواحات كلها خير. بشأن جائحة كورونا، فإن فترة الحجر المنزلي الذي فرضه تفشي كورونا أدت إلى انقطاع أو توقف النمو الجسدي واللغوي والذهني لدى الأطفال في العالم، والحرمان أيضا من النمو الاجتماعي والحركي. كيف يستعيد الأطفال نشاطهم في ظل جائحة كورونا؟ أطفالنا طبعا هم كل حياتنا، علينا مساعدتهم على تجاوز ما فرضته كورونا من قيود على لعبهم وترفيههم وحركتهم. الطفل طبعا بطبعه حساس، لا يولي كثيرا من يعني للمخاطر بالا، بطبعه مغامر فضولي، وهنا علينا أن نساعده في إدراك ما غيرته كورونا في حياته. كذلك علينا أن نساعده في البحث عن بدائل من أنشطة في البيت، مثلا كأن يعني نساعد أطفالنا على أن يعني نلعب معهم، نلهو أو ونطبخ أيضا. نساعدهم في تجاوز ما يمرون به من معاناة. نستطيع أن نجعلهم يتواصلون مع أصدقائهم الذين يحبونهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أو ريثما يأخذون اللقاح إذا كان يعني مسموح لهم في سن معينة، يعودون للحياة كما في السابق إن شاء الله. كيف يمكن تقليل المخاوف بشأن تلقيحات جائحة فيروس كورونا؟ دائما الجهل بكل مناحي الحياة هو العدو الأكبر، فنحن نخاف ما نجهل. ولمحاربة الوساوس والقلق حيال اللقاحات بشكل عام، علينا التسلح بالمعرفة والعلم والثقافة حيال المرض أولا وطرق معالجته ثانيا. وهنا يأتي دور المؤسسات الاجتماعية حيال تثقيف وتعريف الأفراد بما يثار من مخاوف حيال اللقاحات. أحيانا تكون المخاوف دعائية أو اقتصادية أو للأسف حتى سياسية. فإذا ساعدنا الفرد على المعرفة من خلال برامج توعوية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أو من خلال المؤسسات التي يعمل وينتمي لها، سنجنبه الخوف والقلق المجاني، وسيصبح قادرا على التمييز ويثق بلغة العلم والطب. أخيرا، يقول خبراء الصحة حول العالم إن لجائحة كورونا تداعيات صحية واجتماعية خطيرة قد ترافق الجائحة في المستقبل. كيف سيكون شكل هذه التداعيات المستقبلية؟ ليس من المبالغة القول أن كورونا قلبت حياتنا رأسا على عقب، وأعتقد أننا سنطلق مصطلح ما قبل كورونا أو ما بعده على حياتنا، لأن ما قبل كوفيد 19 ليس كما بعد في كل مناحي الحياة، من سفر واقتصاد وحياة اجتماعية. بتنا نقلق على صحتنا من أي شخص ومن أي مكان أو مطعم. للأسف التداعيات كبيرة إن لم تكن كارثية، وسط الأثار السلبية على الاقتصاد الذي ظهر كحالات تقشف أو استغناء عن عمال أو حتى إغلاق الكثير من الشركات على الحياة الاجتماعية أيضا. إلا أننا علينا عدم النظر بسوداوية حيال كورونا، وعلينا أيضا يعني المواجهة والتفكر بمسؤولية حيال ما يعترضنا بسبب هذا المرض، والبحث عن بدائل، وأن نكرس جهدنا للاستفادة من قضاء الوقت مع العائلة والتواصل مع أفرادها، القيام بأنشطة كان من الصعب القيام بها من قبل لعدم امتلاكنا الوقت. نعم،
في ختام الحوار أشكرك أستاذة منى الشكر الجزيل لانضمامك إلينا، كنت معنا من الدوحة. ولكم الشكر الجزيل، شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.